صنم طيبين يا فندم. مواقع افريكانو داير الكرداسة كلها. ده نوع من العقارب اليوريس اللي هي بيسموها عقرب يوريس، بيسموه باللغة بتاعتنا عقرب أسوان. سام مدلها برضو بحلب مدلها بالشوكة بتاعتها. الشوكة دي طول ما موجودة عاملة زي الإبرة، لما تشك الفريسة بتاعتها بتروح منزلة نقطة السم جوه. نمسك الماء دي كده، بس احنا بنمسكها ايه يعني بطريقة من حرفنا. اهم حاجة العقل اللي ورا، باقي العرب ما بيعضش ما يضرش، هما الا منظر بس. ممكن الالف عربة يجيبوا جرام سم عرب في الحلبة، الالف يجيبوا جرام سم عرب ده في الحلبة الاولى. الحلبة التانية بنوكلهم صراصير وحشرات عشان يعيش تاني ويجيب سم مرة تانية. ممكن حلبة تانية يجيب من 600 ل 700 مللي جرام، الحلبة التالتة يجيب 400 مللي جرام. كل مادة جهده بيقل. اللي عارف في مصر حوالي بالظبط 15 20 نوع من العرب، يوريوس واندركونس وموريسكي كذا نوع. فاحنا العالم كله بيفضل اللي هي يوريوس لان سمها قوي جدا، يعتبر اغلى سائل في العالم هو سم العرب. يلقب عليه ان اغلى سائل في العالم هو سم العرب. بيستخدم في ايه بقى؟ بيستخدم في الادويه، في الامصاص، بيتعمل بيه لقاحات. بعض الامراض المستعصيه بره بيدخلوها بسم العرب، الامراض المستعصيه بيعملوها بسم العرب. لو قرص طفل صغير يموته راجل كبير هيخلي ايده نار، مش طاير ولا سما ولا ارض 24 ساعه، انما لو طفل صغير في خطوره عليه منه. طب ولو راجل كبير يعني هيكبر دراعه ده وموقف النار كله سخن مش طايق نفسه ولا اموت ولا حياه. يعني بياخدش ليه مصر؟ ما ياخدش مصر انه يستحمله وما يضرش، انما الطفل الصغير ممكن يموته. ويطلع السم ازاي بقى؟ يطلع السم بتاعه عن طريق الحقنه، ما دي حقنه، الشوكه دي زي حقنه. لو هو لمسها في اي حاجه طريه بيروح جايب نقطه سم وحاططها من بره. انما هو الاخ عارف ان ممسوك، خلاص مفيش فريسه يشك فيها. زي ابره الخياطه.